يا الذكاء عند البشر يقصد فيه باختصار أن عقل الشخص خلينا نقول أكبر من عمره، فالشخص أذكى من غيره بسبب استعماله لذهنه أو خلينا نقول عقله أو مخه أكثر من غيره فيعتبر ذكي. فالخيل زي ما قلنا طبيعتها الهروب أو التصرف ثم التفكير، بينما البشر يفكرون ثم يتصرفون. فأنت كبشر كل ما استعملت عقلك كل ما كنت ذكي أكثر في طبيعة البشر أو في نظر البشر. الخيل العكس صحيح، كل ما كان الحصان يتصرف قبل أن يفكر صح كان غبي عندك أنت في نظرك أنت، لكن عند الخيل في عالم الخيل في طبيعة الخيل في لغة الخيل يعتبر ذكي. فخذها قاعدة، أي حصان يقال إنه غبي أو إنه مو بذكي أو إنه سيء إلى آخره تلقى حايسهم لاعبهم. الحصان اللي يمشي معك مضبوط أو هذه زاد عن اللزوم مو بشرط إنه ذكي، قد يكون العكس، قد يكون إنه غبي ماشي معك مضبوط. بينما الحار واللي فيه بالفعل ذكاء عصبي المفروض يستغل الشيء ذا عليك ويحوسك لو كان ركوبك خطأ. إذا كان ركوبك صح تحول الشيء ذا شيء إيجابي وتعلم الحصان بسرعة، مو بسبب عقله، بسبب مهارته الجسمية. من الركوب الصحيح زي ما قلنا التعامل مع حركات جسم الحصان مواكبة. فكل ما كان الحصان ذكي واستعمل جسمه زيادة كشف لك أوراق زيادة، زي ما قلنا إن أغلب الخيل يسمونها صعبة تلقاها سهلة في التسليق والمواكبة. ليش؟ لأن في سبب للصعوبة، قوية حارة غبية إلى آخره. هذا السبب يخليك في التسليق تحب الحصان ده، لأنه ببساطة بيستعمل السحب زيادة، بيستعمل المهارة زيادة، بيسوي الثلاثة بشكل زايد، مما يعني إنه بيتطور بشكل سريع مقارنة بغيره. فيصبح الغبي عندهم ذكي عندك والعكس صحيح. في النهاية طبعا كان ركوبك صعب التحكم في اثنين، كان ركوبك خطأ بيحوشونك اثنين، لكن بنظري اغلب الخيل اللي تسمى غبية تلقاها حايسة اللي يركبون خطأ فيسمونها غبية، واغلب الخيل يسمونها ذكية فقط خيل عاقلة او باردة او هادية فقط. الذكاء الحقيقي عند الحصان هو عصبي جسمي وليس ذهني. طبعا اذا كان الحصان ذهنيا ذكي ممكن بس ما يسمى ذكاء بالنسبة لي شخصيا، لان الخيل ذكائها في جسمها مو في عقلها. الحصان ما يفكر قبل ما يتصرف، يتصرف قبل ما يفكر. بينما المخلوقات الاخرى زي الكلب والبس وغيره ممكن تقول انه ذكي لان عقله ذكي. فكل ما كان الحصان أصعب أو أمهر خلينا نقول معناته أذكى وليس أغبى، وليس العكس في نظري وضع المبسوط. أيوه.